السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نعمل على تعقيل العنب. عقل العنب تؤخذ من قصبات أو أفرع العامل واحد، هذا فرع عامل واحد وعبارة عن ناتج تقليم. القاعدة، قاعدة الفرع لا نأخذ منها، تكون نوعا ما متخشبة وتجذيرها يكون صعب، وقمة الفرع أيضا لا يؤخذ منه، يكون غير ناضج، وكمية المواد الغذائية فيه غير كافية. نأخذ من المنطقة الوسطى. طيب، في عندنا نقطة أثناء التعقيل مهمة، على أنه العقد هي مخزن للغذاء، العقد العيون، فأغالبية الجذور تخرج من هذه المنطقة. هاي العقل أنا أخذتها أثناء فترة التقليم من حوالي شهر ونص تقريبا، وحفظتها بالبراد على درجة حرارة 2 حتى 7 درجة مئوية لحتى أحافظ على العيون ساكنة. الآن لحتى أزرع عقل العنب، مثل ما حكينا، لازم تكون بعمر عام خالية من الأمراض. نقص تحت العين السفلية بمقدار سنتي وفوق العين العلوية بمقدار سنتي، طول 10 حتى 15 حتى 20 سنتي. يكون في عندنا داخل سطح التربة 2 من العيون وفوق سطح التربة عين واحدة فقط. بعد الزراعة بهذا الشكل، التربة لازم تكون خفيفة وجيدة التصريف، والأصيص كمان لازم يكون مثقب من الأسفل لتصريف الماء الزائد. بهذا الشكل بعد حوالي 20 يوم 15 يوم 20 يوم راح تبدأ هذه العيون بالتفتح وتخرج أوراق، وهذا ليس دليل كافي على خروج الجذور من الأسفل ونجاح العقلة، وإنما يكون استنزاف نتيجة استنزاف المواد الغذائية، الكربوهيدرات والمواد الغذائية الموجودة وين؟ الموجودة داخل العقلة. وإنما بعد حوالي شهر ونص إذا بقيت الأوراق واستمرت بالتفتح، وهذا دليل على أنه العقلة قد نجحت بالفعل. يعني بعد حوالي شهرين إذا استمرت العيون تعطي أوراق وبشكل جيد ودون جفاف، فالعقلة تكون قد نجحت. أما إذا جفت الأوراق بعد حوالي 20 يوم أو 25 يوم، فهذا دليل على أنه الجذور لم تتكون. بعد زراعة العقل بهذا الشكل، نروي الري، يكون كل 4 أو 5 أيام حتى أسبوع فقط لاستخراج الهواء والمحافظة على منطقة الجذور رطبة. أيضا لمنع الجفاف حتى لا تجف العقل، ممكن أعمل على شكل بهذا الشكل، على شكل نفق. بهذا الشكل، وأعمل غطاء بلاستيكي أو وضع قنينة بهذا الشكل لمنع جفاف العقل والمحافظة على الرطوبة داخل الأصيص. نحن طبعا راح نضحي بوحدة من هالعقل لحتى بس نشوف النتيجة. هدول العقل تم زراعتهم في الموسم الماضي. بهذا الشكل شايفين ما شاء الله نسبة جذور جيدة، ومثل ما تكلمنا انه الجذور، وين خرجت الجذور، من وين خرجت الجذور، خرجت من مكان العقد.